بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث ومعاكم قناه المواشي يوم 8/11/2022. وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم النهارده في سوق ابو حمص. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج لطفي، كل سنه حضرتك طيب. اسعار اللحم النهارده عم لطفي 72 73 عم لطفي البشبيش الله يبارك له ويصلح حاله. اسعار الميزان النهارده في ابو حمص من 72 ل 73. ده عامل كام الدكر ده يا عم لطفي؟ 23,500 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. لبان يا عم لطفي ولا كسر؟ لبان يا جماعه، ما كسرش ولا سني. 23,500 بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكوره اللحم البقري في سوق ابو حمص. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيره تاني يا عم لطفي؟ الله يبارك لك ويصلح حالك. انا جاي لك اهو. دينا رقمك يا عم لطفي. 010 213 844 كم؟ 93. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم يا عم لطفي بالله عليك تعمل مواجب. وانتوا اهل الواجب يا عم لطفي. صباحك ابيض، الله يصلح حالك وحال الجميع. صباحك زي الفل ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبع العجول الذكور اللحم النهارده في سوق ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. فرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. نتعرفوا باسمك؟ اخوك محمد هاني عباد النجار. المعلم محمد هاني عباد النجار اخوي حبيبي في الاسلام الله يبارك. يا ابني كمل. من ابو حمص ولا منين يا معلم؟ يا حاج محمد. من ابو حمص. لا الشراق ودمنهور. الشراق ودمنهور يا جماعه تجار اللحم الثقيل الله يبارك لهم. بكام الذكر من دول؟ الواحد ب 20 وال 19 وال 21 مش كله يعني، من 20 ل 19 ل 21. اللهم صل عليك يا نبي. اعمار قد ايه يا حاج محمد؟ سنه الا شويه. سنه الا شويه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. من 19 ل 20 ل 21. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال. اللهم صل عليك يا نبي. عندنا من العينه دي 92 عجل. 92 عجل يا حاج محمد الله يبارك لك. في المزرعه. موجودين في المزرعه يا جماعه العجل. حيجي للحاج محمد هاني النجار. الله يبارك لك يا حاج محمد. حبيبي يا ريس. الله ادينا رقمك طيب. 010 929 9 6 7 1 2 1. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد. المعلم هاني النجار الله يبارك له ويصلح حاله. تحت اداره الحاج هاني النجار. تحت اداره الحاج هاني النجار مزارع النجارين يا جماعه. اللي عايز عجول ذكوره لحم يتواصل معاهم. خدنا رقمه. الله يصلح حالكم رجاله وناركم ابد ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.